حبيبي انت عمرك ما شربت خمر. فيها ايه يعني يا عمته؟ كل الناس بتشرب، ما فيهاش حاجه لما اجرب يعني. بس مش انت، مش انت يا حبيبي. ليه يعني؟ على راسي ريشه وبابا كمان بيشرب. حبيبي عمته، في حاجه مضايقاك وانت مخبيها عليا ومش عايز تقولها لي. ايه قولي، في حاجه مش مضايقاك في صحتك يا عمتي؟ بلاش بلاش يا حبيبي، بلاش علشان خاطري. ما تخافيش يا عمته، انا هنا قاعد في اوضتي، مفيش حد هيتاذي بسببي. مش سايق على طريق سريع وسكران ومعايا ابني؟ في صحتك، ولا اقولك في صحة الخمرة نفسها، في صحة الحادثة اللي خدت عينيا وخلتني اعمى. علي يا حبيبي، بابا عمره ما فكر انه يأذيك، ده بيموت كل يوم وبيتعذب 100 مرة لانه السبب في اللي حصل لك. عشان كده مش عايز افضل قاعد قدامه، عارف قد ايه هو حاسس بالذنب كل ما بيشوفني، عشان كده قررت هاجر تاني. تاني الهجرة يا علي؟ انا خلاص هبدأ في الاجراءات بكرة الصبح. بلاش يا علي، ده قرار يا عمته. ونهون عليك تسيبنا؟ انا هسيبك واروح فين؟ التكنولوجيا خلت العالم كله كأنه قرية صغيرة، بقينا عاملين زي العشوائيات، كلنا داخلين في بعض بس كل واحد قافل عليها عشته، يفتحها وقت ما يحب ويتواصل مع الآخرين وقت ما يعوز.